السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويارب الجميع يكون دايما بخير. موضوع الفيديو النهاردة هنتكلم عليه هيبقى مخصوص لمشروع العجل، واللي يسمع مسمى مشروع عجل هيستغرب شويتين. هيقولك مشروع يعني تصميم معماري في العجل، فدي غريبة شويتين. طبعا نظرا لأن احنا ما عندناش الفكر ده متداول شويتين في مصر، لكن كتير من الأحياء الراقية اللي كانت موجودة عندنا ويمكن ما زالت الناس اللي ساكنين فيها بيستعملوا العجل كوسيلة مواصلات. يعني كل المشاوير الداخلية بيقدروا يستعملوا فيها العجل بمختلف الأعمار. يعني هتلاقي الطفل الشاب وحتى الراجل الكبير العجوز، هتلاقيه هو بيستعمل العجل في كل مشاويره داخل نطاق الحي. وعلشان المشروع بتاعنا الكبير في عندنا حتة الأرض في منطقة تراثية في حي قديم، فبالتالي طبقا لمتطلبات الحي ده هوت او المنطقه دهيت، الفكر وثقافه المجتمع في الحي ده هو ان شاء الله زي ما احنا عارفين المشروع بتاعنا في حي المعادي. فبالتالي هتلاقي في حي المعادي وخصوصا الصريات فكره استعمال العجل ده شيء عادي، سواء للولد او البنت، الكبير او الشاب او الصغير، تمام، او الراجل العجوز او الست العجوزه عادي. يعني في بعض المجتمعات الاخرى لما حد يجي يسوق العجل وخصوصا كمان الست بيبقى في علامة استفهام كبيرة. لكن إكمن حي المعادي في كتير من الجاليات وفي كتير من الأجانب وحتى ثقافة المصريين الموجودين هناك إن عادي إن أنا أستعمل العجل. بالعكس، ده ممكن العجل أستعمله ويبقى فيه أكتر من شخص كمان. يعني ممكن تلاقي فيه أم ومعاها طفل قاعد وراها، وفي كمان طفل قاعد قدامها، والعجلة بتبقى شايلة 3 أو 4 أشخاص وماشيين بيه. ده اللي إحنا هنحاول نصممه، وده بإذن الله تدريب، عشان هيبقى الباركينج بتاع العجل هيبقى جزء من مكونات المشروع اللي موجودة عندنا في حي المعادي. طيب هبدأ نشوف مع بعضه هبدأ نشوف دلوقتي مع بعض فكرة الستيشن أو المحطات أو المواقف الخاصة بيه مشروع العجل. هقدر إزاي أصممها وأقدر إزاي إن أنا أشوفها بحيث أتعلم منها وأعرف أصممها عندي في المشروع بتاعي. طيب قبل ما نشوف فكرة مواقف العجل أو تصميمات محطات العجل، لازم نعرف إن في البداية كده هوت الشوارع المتصممة في البلاد الأجنبية مختلفة شويتين عن الشوارع الموجودة عندنا في بلادنا المحلية أو في منطقتنا العربية أو عندنا داخل مصر. يعني يمكن دلوقتي في المدن الجديدة بدأت تعمل فيها أفكار شبه دي، لكن لما نيجي نبص هوت هتلاحظ إن في عندنا الطريق العام الكبير متقسم على الأقل جزئين. في جزء مخصص للعربيات بشكل عام كده هوت، على الأقل جزء مخصص للعربيات بيبقى حارتين على أساس إن الحارة الواحد 3 متر، فبالتالي بيستوعب عربية رايح وعربية جاي. ده أضيق الشوارع أو أضيق الطرق، تمام كده هوت. فبالتالي الطرق بتتقاس بالحارات والحارة بتتقاس بالعربية، فالعربية المساحة البينية اللي احنا العربية اللي احنا محتاجاها هتبقى في حدود 3 متر. طبعا مفيش عربية عرضها 3 متر، احنا بنتكلم عن عربية ممكن تقف وتفتح البابين، فبالتالي محتاج عرض الحارة الواحد 3 متر. فبالتالي في التخطيط وطبقا للقانون عندنا في مصر ان اقل حارة هتبقى في حدود 3 متر، فبالتالي الشارع تمام اقل عرض ليه في حدود حارتين، يعني اقل عرض ليه في حدود 6 متر. ده اقل عرض طبقا للتخطيط ان هو ينفع يمشي فيه عربيات يكون 6 متر. طب نيجي بقى للجزء الخاص بالمشاة. هتلاحظ الجزء الخاص بالمشاة في كتير من شوارعنا والمدن بتاعتنا إن هو رصيف وناس بتمشي عليه، ممكن حد يمشي عليه، يعني شخص ممكن في وسط الرصيف أحط شجر، أحط نخل، أحط فلاور بوكس، ممكن أحط عليه لافتات، تمام، يعني لوحة إعلانات برضه ممكن. طب ممكن الرصيف ده يمشي عليه عجل، ده بنشوفه، ممكن يمشي عليه موتوسيكل برضه بنشوفه، ممكن يمشي عليه سكوتر، تمام، كل ده وارد يمشي على الرصيف. طبعا بره مفيش الكلام ده، وكتير من المدن الحديثة عندنا بين عندنا وعي بالقصة ديت ومبقاش فيه الكلام ده. هلاحظ ان هوت يبقى الجزء ده مخصص للعربيات والجزء ده مخصص اللي هو تحت مسمى رصيف، متقسم بقى لكام جزء. اول حاجة في عندنا هوت ممر شجري، تمام كده هوت. في عندنا هوت مسافة يعني حوالي 2 متر عبارة عن ممر موجود بس فيه نجيلة وشجر، نجيلة وشجر فقط، تمام كده هوت تحت مسمى ممر شجري. طيب جنبه هلاقي انا عندي ان هو في عندي ممر بتاع الدراجات، ممر العجل برضو في حدود 2 متر. طيب وبعد كده هو في عندي فاصل امان،
يعني فاصل امان هيبقى في حدود المتر، وبعد كده في عندي ممر مشاة، بص ممر مشاة قد كده تمام، اللي هو في حدود اكتر من 2 متر، هيبقى في حدود 2.5 متر او 3، وبعد كده في الاخر خالص هلاقي في فاصل اللي هو خاص باللافتات، هيبقى في حدود المتر، يبقى ادي عرض رصيف اللي الناس هتمشي عليه. يبقى في عندي هنا اول حاجه على اليمين في عندي لافتات، يبقى مكان مخصص للاعلانات، طبعا هيبقى ده بعده السور الشجري او السور اللي هو مصنوع من الخشب او الحديد. يبقى اول حاجه عندي الفاصل، فاصل اللافتات، وبعد كده ممر المشاة، ده المكان المخصص هروح واجي منه، وبعد كده فاصل الامان عشان مفيش عجلة تيجي تخبطني، بعد كده ممر الدراجات أو العجل بحيث يبقى ممر المشاة أو الجزء المخصص للمشاة لوحده وجزء مخصص للعجل لوحده، ميحصلش تصادم بين الاتنين، وده بنشوفه كتير الصراحة. تبقى انت ماشي على الرصيف وتلاقي في حد جاي من وراك بيقولك وسع، أو حد جاي في وشك وتحس إن هو هيدوسك، فبالتالي عشان ميحصلش التصادم دوت، فبالتالي في فصل في سطح الحركة ما بين الناس اللي ماشية والناس اللي راكبة الإيه العجل. وطبعا في فاصل ما بين ممر العجل وبين الطريق من خلال الممر الشجري ده اهو، عشان يبقى العجل والمشاة بعاد تماما عن حركة العربيات، فبالتالي ما يحصلش اي حوادث. يبقى دي فكرة الشارع، وادي فكرة الرصيف الموجود عندنا خارج مصر. يعني انا عارف ان في بعض المدن الحالية الجديدة في مصر بقى فيها حاجات شبه كده، والمدن حتى القديمة تمام في وسط البلد بدأت تعمل حاجات مراعاة للمشاة والدراجات، حاجة يعني أشبه بكده بس مش تيبيكال كده. طيب نشوف برضو رسمة تانية أو سكتش تاني. زي ما احنا شايفين هو تقعدنا الشمال حط كمان يعني أوبشن تالت اللي هو إيه بقى؟ أول حاجة على الشمال ده عبارة عن ممر مخصص للمشاة، أقدر أمشي فيه وأقدر كمان أمد فيه أو أجري فيه، يبقى نوع من أنواع الرياضة. يبقى في عندي رياضة المشي ورياضة الجري أو رياضة المد، فدي كلها حاجات أقدر إن أنا أمارسها، أنشطة ممكن أمارسها في إيه؟ فأول ممر عيد الشمال ده هو اللي هو مخصص للمشاة. تاني حاجة بقى الجزء المخصص للجرين عامل متقسم جزئين، جزء فيه أشجار ونباتات وشجيرات، وجزء فيه تمام كده هو أعداد. نظرا إن المسافة بين الشجرة والشجرة دي طبعا بتدرس في مصر لاندسكيب، إن الشجر دوت هيطلع فيرتيكال وبعد كده هيفرش هوريزونتال تمام، فبالتالي قطر الشجرة كبير، فبالتالي بحط ما بين كل شجرة والتانية أعداد، والأعداد متوجهة ناحية العجلة ومتوجهة ناحية الممشى، لا متوجهة ناحية الممشى الخاصة بالمشاة. طيب وفي ظهر الأعداد اللي هو الكنب ده أهو، بحيث إن أنا ممكن أستريح وأنا ماشي على الممر ده أهو، هلاقي بقى في عندي إيه؟ هلاقي في عندي الممر المخصص للعجل، الممر المخصص للإيه؟ العجل بالشكل ده أهو. طيب بعد الممر المخصص للعجل هلاقي برضو في عندي فاصل أمان اللي هو هيبقى فيه نباتات، وبعد كده الطريق اللي احنا زي ما قلنا كده اقل عرض للطريق 6 متر، اللي هو عباره عن حارتين، حاره رايح وحاره جاي، او حارتين لو هو في اتجاه واحد الشارع بالشكل ده اهو. طبعا هو اقل حاجه حارتين عشان لو في عربيه وقفت يقدر تطلع العربيه التانيه هي تعدي من جنبها. طبعا في ان كمان صرف المطر، يعني في عندي بلاعه وفي عندي كمان وسيله صرف المطر عند الجزء المخصص للجرين تمام، وفي وسيله كمان مخصص للمطر للاشجار والنباتات اللي هي عامل زي ما يكون فلاور بوكس. فكل ديت يعني ايه وسائل صرف للمطر، وفي كتير من الدول المتقدمه بتاخد المايه دهيت وبتعاد استعمالها من جديد، يعني بتحط في فلاتر، بتحط في احواض وبعد كده تتفلتر بحيث ترجع تاني تستعمل في الري او للزينه او في الصناعات او في اي فكره من الافكار غير الشرب. فدي كلها حاجات بنقدر نشوفها في المدن الموجودة وخصوصا الأوروبية في الدول المتقدمة. يبقى عندي ممر مشاة، بعد كده ممر مخصص للأشجار والأعداد وكمان لايتنج الإضاءة، دي برضو حاجة بنتكلم عليها هي في غاية الأهمية. يبقى عندي أشجار تمام، وده عندي أعداد، وعندي إضاءة ما بين سوفت سكيب وهارد سكيب. السوفت سكيب الحاجات اللي هي طبيعية، والهارد سكيب اللي هي الحاجات الصناعية زي الإضاءة وزي الأعداد اللي هي كل ما هو بيجي من المصنع. وبعد كده هلاقي في عندي ممر العجل، وبعد كده هلاقي في عندي ممر مخصص ليه أو حزام أمان أو ممر أمان اللي هو فيه عناصر لاندسكيب نباتات. وخد بالك بين النباتات ده ونباتات ديت تمام، النباتات الموجودة عندي هنا الفصلة بين العجل والمشاة نباتات إلى حد ما بتعمل شيد، يعني بتعمل نسبة تظليل عالية، دي مدروسة طبعا. اما النباتات الموجوده عندي هنا دي نباتات لحد ما نباتات الغرض منها انا بفصل ما بين الشارع المخصص للعربيات والجزء المخصص للعجل، فبالتالي النباتات الموجوده هنا غير اللي هنا، ارتفاعها اشكالها قطرها عرضها ارتفاعها تمام كده نوعها حتى الريحه اللي بتطلع هنا غير هنا.
يبقى هنا نباتات مخصصة للتظليل، أما هنا نباتات مخصصة للفصل ما بين حركة العربيات وحركة الإيه العجل. تمام كده اهوت. طبعا الصور الموجودة ديت عندي إلى حد ما مختلفة عن السكتش اللي احنا عارضينه، دي بتختلف من بلد لبلد طبقا لتخطيط الشوارع اللي عندها وطبقا لفكر وثقافة المجتمع. فبالتالي في شرق آسيا هنلاقي الناس هي لابسة بدل وفي في ظهرها شنطة وكمان لابسة العجلة، آسف راكبة العجلة، وفي كمان العجلة قدامها اوبشن ان انا ممكن احط عليه حاجتي. تمام كده زي ما شايفين في راجل وفي ست او امرأة، نفس الكلام الصورة اللي تحت ديت إلى حد ما مكان تاني مختلف يكاد يكون أوروبي، وهنا هنلاقي فيه ناس كبار في السن، وأنا ماشي بلاقي فيه الإعلانات بالشكل ده أهو. فدي كلها حاجات بتعلمها عشان هبدأ إن أنا أصمم حاجة، أتخيل بقى إن الطريق عندي مصمم بالشكل ده عشان يبقى فيه عندي في الأرض بتاعتي باركنج عجل زي ما هنشوف دلوقتي. هنا هنلاحظ إن المدينة متقسمة، الطريق متقسم، ها 2 متر أهوت مخصص للمشاة، 2 متر مخصص للعجل، وكأن 2 متر و2 متر كأن في عجل رايح وعجل جاي. وبعد كده هو في عندي 2 متر باركنج عجل، وبعد كده في 2 متر تانيين مشاة، فده كله على بعضه ممر مشاة بس متقسم ما بين جزء مخصص للمشاة وجزء مخصص للعجل وجزء مخصص لركن العجل وجزء مخصص للمشاة ايد اليمين، طبعا مميز من خلال الالوان الارضيات الباترن الموجود في الارضية. وصراحة لوجيك يعني ان الشخص اللي يمشي في مكان اقرب ما يكون للمحلات واقرب ما يكون للمدخل، مفصول تماما عن الباركينج ومفصول تماما عن حركة العجل على اساس ما يحصلش تقاطع في مسارات الايه في مسارات الحركة، على اساس ما يحصلش تقاطع في مسارات الحركة. فده الجزء الايه المدروس. طبعا هنا 2 متر و2 متر يعني حوالي 4 متر، على ذلك كانها حارة مرورية، يعني دي كانها حارة مخصصة للعربيات، لكن انت هتلاقي الشارع دوت يعني طالما في عجل فبالتالي مبقاش فيه عربيات نتيجة الفصل في مسارات الحركة. كتير دلوقتي عندنا شفنا في أماكن وسط البلد في القاهرة الخدوية وغيره بقى في عندنا مسارات حركة مخصصة فقط للمشاة، مصممة حاجة شبيهة لدي. تمام كده اهوت. هنا بقى الجزء المخصص للعجل وازاي ان انا برك العجل، وده احنا هنتكلم عليه بالتفصيل في السلايدز اللي جاية. هنا إحصائية موضحة لي من خلال السكتشات ان عربية واحدة الجراج المخصص لعربية واحدة بيساع لي 8 عجلات. تخيل بقى كده يعني عربية واحدة لو انا شلتها هعرف احط مكانها 8 عجلات، ده لو انا حطيتهم بالوضع ده. اما لو انا حطيتهم بالوضع ده تمام كده اهوت، هقدر ان انا استغل الامامي والخلفي. تمام كده اهوت، المساحة الامامية والخلفية لو انا وقفت العجلة على حيلها بالشكل ده، فبالتالي هقدر المساحة بتاعتي تسيع او تساع 32 عجلة. تخيل 32 عجلة، يعني يعتبر واحد عربية. تمام، العربية الواحدة أشيلها أحط مكانها 8 أضعاف المساحة أو 8 أضعاف الحاجة دي الوسيلة ديت اللي هي بدل ما تبقى عربية تبقى عجل. والمساحة المخصصة لـ8 عجلات لو أنا رصيتها رصة مختلفة هتساع تمام الأربع أضعاف، بدل 8 هيبقى 32 عجلة. تمام كده اهوت. فطبعا حاجة يعني إيه، حاجة مساحة عملاقة، حاجة يعني إيه ما حصلتش. فبالتالي اخد بالي بقى من تصميم العجل ان قد ايه ان مساحه العربيه ديت ممكن ان انا اعوضها ب 32 عجله، 32 ايه عجله. طيب دي طبعا كلها صور زوم ان على البلوك اللي تحت او الصوره اللي تحت دهيت ازاي اركن عجل بالشكل ده اهو، ودي كلها الاحصائيات اللي احنا بنتكلم عليها قد ايه ان ممكن المساحه بتاعت الضيقه دي اللي بتشيل عجله واحده تشيل 32 عجله بالشكل ده اهو، اللي بتشيل عربيه واحده تشيل 32 عجله بالشكل ده. طيب دي كلها افكار تصميمات عجل بطرق مختلفه وكلها في دول اوروبيه. زي ما انت شايف ان هوت انا مش حاسس في باركنج عجل. طبعا هناك في الدول اللي هي شمال اوروبا الشمس هناك ضعيفه، فبالتالي هتلاقي كتير من باركنج عجل مفيش فيه شيلد، عكس عندنا في الدول بتاعتنا الشمس عندنا الحراره فيها مرتفعه وبتطلع في معظم مواسم الايه السنه، فبالتالي الجراج ده ينفع ان هو يتعمل في اوروبا، اما عندنا في مصر هيبقى صعب ان انا اعمله بالشكل ده. تمام، نتيجه الحراره والاشعه الشمسيه الايه المرتفعه. فدي فكره هيت، لكن ميزتها ان انت مش حاسس ان في باركنج عجل. تمام كده اهوت. طبعا العجله بتتثبت بالشكل دوت وواضحه بصريا ان هنا في باركنج ايه عجل. دي فكره تانية برده مفيش فوقها شيد، ووسيله تثبيت مختلفه. تمام، وهنا هبدا ان انا اثبت الجدوم بتاع العجله بشكل مباشر في الجزء المخصص لده بحيث ان انا هقفله، فبالتالي انا كده وقفتها على حيلها وبقى في مكان آمن قدام الناس كلها.
تمام كده اهوت. طبعا احنا شايفين اهوت ان ما بين المبنى في كمان اجزاء الناس كتير سايبه العجل بتاعها بالشكل ده اهو. هنا باركنج عجل شكله مختلف تمام، فمنها قعدات ومنها باركنج عجل جراج عجل، فبالتالي انا هركن العجل بتاعتي بالشكل ده وهقعد بالشكل دوت بشكل مباشر من غير ما في عندي اي مشكله. هنا وسيله تثبيت بشكل مختلف، باركنج عجل بشكل مختلف، جراج عجل ان هو عامل ان هو في عندي فلاور بوكس وبعد كده في اماكن هركن فيها العجل وهثبتها بالشكل ده، وفي كمان اماكن ان انا اقعد فيها بالشكل ده. هنا في عكس عكاس، ممكن اركن هنا وممكن اركن هو، فبالتالي هنا في عندي مكانين وهنا في عندي مكانين ثلاثه، فبالتالي المساحه ديت ممكن تشيل عندي 5 عجلات، بخلاف ان هي تستعمل ان انا ممكن اقعد في المساحه ديت. وكمان في عندي شكل جميل اللي هو هيبقى في عندي فلاور بوكس. دي كلها افكار مختلفه لطريقه ان انا بثبت العجله وعامل باركنج العجل بافكار مختلفه، طريقه تثبيت مختلفه. قبل كده كنا بنشوف طريقه تثبيت من الجدون او من العجله الاماميه، هنا وسيله تثبيت من منتصف العجله، فاصبح فكر تثبيت العجله نوت شكلها مختلف. هنا بقى العجله الخلفيه، فمره شفنا باركنج من خلال العجله الاماميه، مره من المنتصف، مره خلفي، مره العجله واقفه على افقيه، مره واقفه راسيه هوريزونتال زي ما شفنا ومتعلقه بشكل مختلف. فدي كلها افكار مختلفه لطريقه تثبيت العجل، بحيث ان انا بركن العجله بتاعتي وابدا ان انا اكمل مشي، بحيث ان انا بروح القاعه او بشتري حاجه وبرجع تاني باخد العجله وارجع للبيت بتاعي. افكار هي كتيره مختلفه، الغرض من السلايس المختلفه ديت ان احنا تتفرج وتتعلم من خلال الصور المختلفه اللي اتنشرت على كتير من المواقع، وانا صراحه نزلتها وبقت ان انا اشرحها عشان احنا نستفاد بيها ونبدا نستعملها بشكل مباشر في المشروع بتاعنا. زي ما شايفين دلوقتي لحد ما الرصات نهوت رصات انسيابيه، فبالتالي اشكال كلها مودرن حديثه ممكن انا استعملها بشكل مباشر في المشروع بتاعي. هنا برضو مني باركن العجل ومني ان انا بقعد، فدي كلها حاجات تقدر تسميها مالتي يوز، يعني منها ان انا بقعد كانها مكان للقعاد، وتاني استعمال ان انا ممكن ان انا اركن العجله بتاعتي. هنا فكرة مبتكرة ان هو قدر يحافظ على الشجرة وقدر يعمل حواليها الباركنج بالشكل ده هو، ومنها جزء قعدات ومنها جزء ركن العجلة بالشكل ده هو. طبعا يعني في فكر متطور وفيه مراعاة للبعد الآدمي ان انا هركن وهقعد تمام كده هو. تخيل انت جاي من مشوار وبتسوق العجل، فاحتمال حد ان هو يحتاج يقعد، فبالتالي اعمل له اماكن القعاد جنب اماكن باركنج العجل او في نفس الاريا بشكل مباشر. زي ما احنا شايفين اهوت افكار مبتكره، وخصوصا كمان ان في عندي اهوت ليد بينور الشط ليلي، بينور كمان مكان العجل. دي كلها افكار مبتكره ووسائل مختلفه لطريقه تثبيت العجل، كلها افكار يعني مبتكره وفيها جرين وفيها مراعاه للبعد الادمي وفيها اماكن الاعداد وفيها اماكن ركن العجل باشكال وتصميمات مختلفه. عارضين هي صور كتيرة قوي على اساس ان كل واحد يعني هيميل لفكرة او هيحب فكرة هيبدأ يدرسها بشكل مباشر وهيبدأ ان هو يتعمق فيها عشان يصممها في المشروع بتاعنا. هنا يعني مصمم باركنج العجل وكأنه عجلة، عارضين الموضوع ده اهو، مصمم بارك العجل كأنه عجلة. وكمان الميزة ان هو في الصورة على اليمين ان كمان عامل منفاخ للعجل، فبالتالي انا ممكن اركب العجلة بتاعتي وكمان استعمل المنفاخ ده اهوت، فدي كلها يعني متوافقة مع الفكرة التصميمية الخاصة بجراج العجل. أفكار كتيرة مختلفة بنستعرضها من خلال السلايدز المختلفة. هنا موقف العجل يعني أعلى شوية من موقف العربيات بحيث يكون مرئي بصريا، وفي كمان هنا هوت أماكن العجل، وفي كمان شيد اهوت بحيث إن هيبقى فيه معاملات تمام كده اهوت. ففي هنا شاشة فبالتالي دي كلها أفكار مبتكرة ممكن إن أنا أبدأ أحطها في المشروع إيه بتاعي، لو كان في تيكت يدفع او لو في معاملات بنكيه. فدي كلها افكار مبتكره ان انا عندي باركنج العربيات وباركنج عجل وفي شيد وفي كمان سولار بانل فوقيه بحيث ان انا استعمله بالشكل ده اهو. شايفين الافكار المختلفه شكلها عامل ازاي، كلها افكار بسيطه بحيث ان انا هبدا اتعلمها عشان خاطر استعملها عندي في المشروع بتاعي بشكل مباشر. افكار كلها جميله بتعلمها، وفكره باركنج العجل مش منتشره عندنا، ففي فرصه اهو ان احنا نتعلم من خلال الفيديو ده هو الافكار المبتكره لوسائل تثبيت العجل والجراجات المختلفه للعجل. افكار كلها جميله وحديثه واحنا في امس الحاجه ليها، خصوصا كمان لما يبقى عندي حي قديم زي حي المعادي
او حي الزمالك او جاردن سيتي، كل الاحياء اللي فيها اشجار مرتفعه اللي بتشجع الناس ان هي تقضي مشاورها من خلال العجل. افكار كلها يعني ابداعيه، وكل واحده مختلفه عن التانية الى حد ما، حتى لو بكررها بتكرر بمشهد مختلف. شايفين افكار شكلها عامل ازاي، وسائل تثبيت العجل كلها مختلفه ومبتكره. تمام كده، هنا العجله ديت يعني من ورا فيها اوبشن ان انا احط حاجتي، نفس الكلام قدام، لكن مفيش اوبشن حد يقعد في المكان ده، ممكن حد يقعد ورا ممكن حد يقعد قدام، فبالتالي ممكن احط ادواتي او حاجتي، وممكن كمان حد يقعد زي ما بنشوف في كتير من تصميمات العجل المختلفه. شايف الافكار شكلها عامل ازاي، كلها افكار وسكتشات، مره سايد فيو، مره 3 دي، مره لاي اوت. تمام، وده النظر دايما. وعاوزك طول ما انت قاعد بتاخد مرايا نوت، يعني معاك ورقه وقلم، بتاخد كده اهوت بعض الكلمات وبعض الافكار. وفي بعضنا كمان شطار ان هم بيرسموا بايديهم سكتشز. شايفين يعني هنا منه مكان ان انا اركب فيه العجله، ومنه كمان ان انا اقعد فيه، فمنه سيتنج ومنه اماكن باركنج، فدي كلها افكار مبتكره بماتيريالز مختلفه. شايفين الافكار شكلها عامل ازاي، هنا باركن وهنا باجلس. تمام، بقعد وكمان عامل علامه بصريه مميزه ان دوت مكان الايه، الجراج المخصص للعجل، وده المكان المخصص للقعاد او الجلوس طبعا. تمام كده اهوت، فدي كلها افكار مبتكره بقدر اتعلمها من خلال التصميمات المختلفه والافكار المقترحه اللي احنا بنعرضها دهيت. السكتشات اهيت كلها فيها انسيابيه، وهنا العجل اللي هيبدا يترص بزوايا مختلفه، فدي كلها افكار ابداعيه ممكن انت تستعملها في المشروع بتاعك. شايف كلها الافكار شكلها عامل ازاي، ها هنا بدأ كمان يستعمل سولار بانلز. تمام، ألواح طاقة شمسية اللي بتحول الطاقة الشمسية لطاقة كهربائية، في منها كمان بيحول الطاقة الضوئية لطاقة كهربائية، بالتالي هيقدر يشغل كتير من الأجهزة الموجودة في باركنج العجل أو جراش العجل ده. شايفين الشكل عامل ازاي، وكمان في عندي زي منفاخ هقدر إن أنا أستعمله، فدي كلها أفكار مبتكرة هقدر إن أنا أستعملها في المشروع بتاعي. اللي عجبني في الصورة ديت ان حاطط كمان ان هو خريطة، يعني منه باركنج عجل ومنه كمان عامل لاند مارك الباركنج العجل من خلال الخريطة، عشان تقدر تمشي في الشارع دهوت باستعمال الخريطة ده، اللي ممكن تصورها وتسحبها سكان، وتقدر تستعمل بعد كده هوت جي بي اس او غيره عشان خاطر تروح المكان اللي انت عاوزه. برضو عجبني في كتير من التصميمات ان هو بيستعمل لاند مارك للعجل، وكمان بيستعمل كابينه ممكن اخش فيها ان انا زي اي تي ام اصرف فلوس، او ان انا العجل ده كله طبعا هعرف ان انا اخد تيكت من خلال ديجيتال. فدي كلها افكار ابتكاريه بنشوفها في التصميمات المختلفه ديت. طبعا يعني هو الموضوع بسيط خالص ان انا اقدر اثبت العجله بتاعتي بمنتهى السهوله. شايف الافكار كلها جميله، مستعرضها على اساس ان انت تاخد منها سكتشز، وتاخد منها افكار تستعملها في المشروع بتاعك. هنا بدأ يدمج الأماكن خاص لركن العجل مع فلور بوكس، هنا قعدات مع ركن العجل، هنا ركن العجل في أماكن فيها جرين، هنا الجزء المخصص لحركة العجل بخلاف الجزء المخصص للمشاة، ممر المشاة. تمام، وأدي الأماكن اللي ممكن أنا أقف فيها، ودي الأماكن اللي أنا هركن فيها. هنا عامل الباركنج على شكل مفتاح، فدي كلها افكار ابداعيه خارجه عن المالوف. تمام، بدل ما يبقى الشكل تقليدي او شكل يعني ايه ممل، لا عمل اشكال لحد ما يعني تخليك يعني نقطه جذب تجذبك عشان خاطر تروح وتركن العجل في المكان ده. هنا وسيله تثبيت مختلفه من خلال ان العجله بتقف بالشكل ده، وهيطلع منها دراع بالشكل ده، ودي الخطوات. تمام، 1 2 3 4 بالشكل ده، يبقى ده رقم واحد هقف قدامه، رقم اتنين هشد الجزء اللي بيطلع دهوت، بعد كده رقم ثلاثة في جزء لوك. تمام بالشكل ده، بعد كده رقم أربعة خلاص أنا ثبت اللوك وسبت العجلة ومشيت. طبعا هيبقى معايا مفتاح، وهقدر إن أنا أرجع تاني وأفك اللوك ده أهو. هنا بقى بدأ يستعمل شيد، وإحنا في المشروع بتاعنا هنحتاج العجل هيكون فيه شيد، نظرا إن إحنا عندنا في مصر درجة الحرارة مرتفعة في معظم مواسم السنة، فبالتالي هفكر في أفكار زي كده أو أفكار زي كده أو أفكار زي الصورة اللي فوق دهيت، بحيث إن أنا أحمي العجلة بتاعتي من الأشعة الشمسية القوية. هنا مش بس باركنج عجل، ده كمان سكوتر. تمام كده وقت، يعني كمان الباركنج بتاعي ممكن يبقاش عجل، ده ممكن كمان العجل الحديث، الأفكار الحديثة المبتكرة زي السكوتر اللي الشباب بيستعملوا وغيره، ممكن كمان إن أنا يبقى عندي الباركنج بيستوعب كل الأفكار الحديثة دهيت.
هنا بدأ إن هو يعمل غلاف بشكل مبتكر، وبدأ يثبت العجل بشكل مبتكر، وهنلاحظ في كتير من التصميمات اللي زي كده هو بيستعمل كمان ساعات السولار بانلز بالشكل ده. هنا أفكار برضو كلها مبتكرة نقدر إن احنا نبص عليها ونتعلم منها. زي ما احنا شايفين هنا منها شاشة ديجيتال، ومنها أماكن للجلوس، ومنها من جوه بقى أماكن لركن العجل. يبقى من بره شاشة يمين وشمال الباركينج، وفي ظهره تمام أماكن الجلوس، وجواه المكان اللي هحط فيه العجل، وكمان فيه شيد، وفوقيه فيه سولار بانلز، فبالتالي أنا بحمي العجلة بتاعتي من الأشعة الشمسية، وممكن كمان أحميها من الأتربة لو أنا قافله زي البوكس. وكمان عامل جرين اريا تمام، او جرين روف طالع متسلق بالشكل ده هوت. فدي كلها افكار ابداعيه وغير تقليديه. شايف الافكار من فوق تمام، ادي الاماكن القعدات، في كمان مخصص ل ذو الهمم او ذوي الاحتياجات الخاصه، وهنا في عندي سولار بانلز، وتحتها في عندي انا هوت شاشه، وفي كمان عندي اماكن لركن العجل بالشكل ده اهو، وفي اماكن الجلوس بالشكل ده، وكمان في عندي لوحه اعلانات بالشكل ده. شوف كام حاجه، يبقى ادي حاجه لوحه الاعلانات، ادي اتنين اماكن جلوس مخصص للناس العاديه، تلاته اماكن جلوس مخصص لذوي الاحتياجات الخاصه او ذو الهمم، وبعد كده اربعه الواح طاقه شمسيه بتحول طاقه شمسيه لطاقه كهربائيه، خمسه في لوحه اهي موجوده، سته الباركنج المخصص للعجل تمام. ده كمان ممكن سبعة اعمل زي تاور بحيث يبقى لاند مارك عشان يقول هناك باركنج العجل، وافكار كتيره ممكن نشوفها في الباركنج العجل ده. شايفين الافكار الابتكاريه شكلها عامله ازاي؟ احنا بنتعلم اهوت من خلال احنا بنتفرج كتير، دي حاجه في غايه الاهميه. المعماري دايما يا شباب محتاج ان هو دايما يتفرج، فدي فرصه ان احنا نتفرج ونتعلم وناخد نوتس بحيث ان احنا نعمل افكار كتيره من اللي احنا بنشوفه في المشروع بتاعنا. التصميمات كلها في منتهى الأهمية. هنا عامل جزء مخصص للعجل، وفي الظهر جرين، وكمان أعداد هنا جزء مخصص للعجل أمامي وخلفي، وكمان جرين بس من غير أعداد، بعد كده أعداد، بعد كده هوت جزء مخصص للعجل، وهكذا. فدي كلها أفكار، مرة عاملها يونتس، ومرة عامل يونت كبير بالشكل ده هو متقسم جوه بارتيشنز. فدي كلها أفكار في غاية الأهمية. وبعد كده بيوضح لي هوت إن أنا هاجي أقفل الجزء دوت بالشاشة دهيت، ممكن تكون شاشة إعلانات، ممكن تكون شاشة ديجيتال، بحيث إن أنا استعملها استعمالات مختلفة. فمنها يبقى في عندي استعمال للشاشة، في استعمال للأعداد، في استعمال للركن العجل، وفي استعمال للجرين تمام. دي كلها أفكار ابتكارية موجودة في المشروع ده أهو. طيب عايزك تبص كويس في السلايد ده أهو. طب وده باركنج عجل، باركنج عجل فين العجل؟ العجل موجود عندي في الظهر، هبص متعلق إزاي؟ طب ايه اللي تحت ده؟ اللي تحت دوت عباره عن اعداد مخصص للناس المشاة. طب ايه التاور ده؟ التاور دوت علامه مصريه مميزه بيقول ان هنا في عندي باركنج عجل، وفي كمان لوحه ارشاديه. طب ايه السلم ده؟ السلم ده بيترن على دور فوق علوي، عباره عن زي كونتينر كده موجود عندي فوق، متشال بعمود شكله مودرن حاجه زي كده. طب فوق بقى في ايه استعمالات؟ لما اجي النظر بقى في السكشن ده 3 دي سكشن، هلاحظ ان فوق جو يعني فوق عباره عن مساحه كبيره متقسمه بارتيشن، وعباره عن تويليت تمام كده اهوت. يعني دي محطة عجل، فوق في عندي تويلتس، تحت في عندي أماكن الأعاد، هنا في عندي جزء ديجيتال ولاند مارك، وفي الظهر في عندي أماكن إن أنا بحط فيها إيه العجل. يبقى دي محطة عجل مبتكرة تمام كده اهوت، مبتكرة يعني زيها بيعملها زي محطة أتوبيس أو زي محطة المترو إلى آخره. يعني أنا ألاقي فيه تويلت، ألاقي فيه أعداد، ألاقي فيه شاشة للاستعمالات، ألاقي فيه مكان مخصص لركن وسيلة المواصلات بتاعتي، ألاقي فيه علامة مصرية مميزة بتقول إن هنا في عندي طور، بيقول ان هنا في عندي باركنج العجل. دي كلها افكار يعني في منتهى الاهميه بنتعلمها على اساس ان انا ممكن استفاد بيها واستعملها في المشروع بتاعي. هنا جزء كبير وينفع ان انا اقفله، فده برضه عشان خاطر الاتربه تمام كده اهوت. فدي افكار مبتكره بتحميني من الاتربه، وتحميني من السرقه، وتحميني برضه من الاشعه الشمسيه القويه. هنا افكار في منتهى الابداع، ان هو بيقول لي ان ممكن ان يبقى في عندي جنبيه زي كافيتيريا او كانتين او غيره، وعامل مكان عباره عن كاونتر، ممكن ان انا اجيب العجله بتاعتي وانا قاعد على العجله بشكل مباشر هيجي لي المشروب بتاعي، وكمان عباره عن ترابيزه ممكن احط عليها اللاب بتاعي بحيث ان انا اشتغل. يبقى دلوقتي هاجي بالعجله بتاعتي ولابس البدله، وهبدا ان انا افتح اللابتوب وهبدا اشتغل، وهطلب حاجه سواء سخنه او بارده هتيجي حاجه اشربها في المكان ده هوت. فمني دلوقتي قاعد في الكافيه ومني بشتغل، وكمان في نفس الوقت هو باركنج عجل تمام كده اهوت. يبقى كل ده موجود عندي على الرصيف في الاريا ديت. طبعا ده هيبقى عندي وسيله تخديم او كشك بيخدم على المساحه دي.
شايف افكار مبتكره، تمام، محتاجين ان احنا نتبناها. ان الفكره ان هوت ان انا عباره عن باركنج عجل، منه باركنج ومنه كمان مكان كانه كافيتيريا انا قاعد فيها بشرب الشاي وفي نفس الوقت بشتغل وفي نفس الوقت قاعد على العجله بتاعتي، او في نفس الوقت انا راكنها، تمام كده هوت. فدي كلها افكار ابداعيه وخارجه عن المألوف. اهي شايفين الاضافه كمان اللي هنا، ان في حد كمان ممكن يقعد في الجهه المقابله، اخلاف كمان الباركنج عجل والقعدات والمكان اللي هشرب فيه الشاي وهشتغل الى اخره. دي كلها افكار مقترحه، ان في مكان هدخله العجل، مكان مخصص لحد يقعد عليه، وكمان مكان مخصص ليه الحاجات الخاصه. فدي كلها افكار مقترحه في الباركنج بتاعه. السلايد ده يعتبر اخر سلايد وصوره في منتهى الاهميه. كتير مننا بيغفل لما بيجي بيصمم رامب او سلم ان هو يصمم جزء مخصص للعجل، فدي حاجه في منتهى الاهميه. هنا في عندي مجموعه سلالم، وفي عندي مكان مجرى اقدر ان اطلع العجله بتاعتي وان انا اطلعها بشكل مباشر، تمام. فبالتالي في مكان للصعود ومكان للنزول بالشكل ده. هنا برضو نفس الكلام، سلم فارق ما بين منسوبين، جايز يكون في جامعه، جايز يكون داخل الكليه او خارجها، جايز يكون عندي في الشارع، جايز يكون عندي سلم مخصص للمشاه. دي كلها افكار بيقول لي ان انا نظرا ان انا بستعمل عجل، فبالتالي انا هطلع على رجلي على الدرج اللي هو 30 15 30 هكذا اللي احنا اتعلمناه، وهبدا ان انا طالع مع الدرج او نازل هبدا ان انا اطلع العجله على المجرى بالشكل ده اهو، تمام كده اهوت. يبقى عندي فيه هاندريل وعندي فيه مجرى، وفي نفس الوقت المجرى دي هتقدر تساعدني الرامب ده ان انا اقدر اطلع وانزل، تمام، وانا حاطط العجله عليه، فبالتالي الموضوع منتهى السهوله. طبعا ده اسهل كتير من ان انا امشي كده، ها؟ يعني شايفين الصورتين دول؟ يعني تخيل انت طالع على السلم بالشكل ده وطالع على السلم بالشكل ده، طب يعني بذمتك يعني مين الافضل؟ مين الانسب؟ مين الاريح؟ ما انت وظيفتك ده، يعني وظيفه المعماري انه يشوف متطلبات المجتمع ويبتدي يريحهم. فكل ما يريحهم من ناحيه الوظيفيه ومن ناحيه الجماليه ومن ناحيه في عندي انسيابيه ودراسات، تمام، طبقا للمعايير التصميميه، كل ما انت تبقى معماري شاطر، تمام كده يا جماعه. فبالتالي الصف ده اللي هو طالع على العجل هو اختار ده نتيجه ان في عندي المكان ده مكتظ بالناس، لكن اللي طلع بالشكل ده طلع بمنتهى السهوله واليسر، ما كانش فيه مشقه وتعب زي الناس اللي طالعين بالشكل ده اهو، تمام كده يا جماعه. يبقى دي برضو افكار احنا يعني بنفتقد ليها. تلاقي السلم اللي هو بيعدي المترو او بيعدي القطر او بيعدي الطريق السريع، مفيش فيه الافكار ده، مفيش فيه الانسيابيه دي، تمام كده اهوت. نظرا ان هو مش متوقع ان انت هتيجي بعجله، يعني نادرا لما حد يستعمل عجل في كتير من الاحياء بتاعتنا، اما عندهم واخدين على الفكره ده اهو، تمام كده يا جماعه. يعني منذ النشأة، منذ هم اطفال، واخدين على الفكره ده. احنا كده يعتبر خلاص خلصنا فكره المشروع بتاعنا اللي هو فكره تصميم جراج عجل. وفي كتير من الشباب يسأل، تمام، يعني احنا ليه هنصمم باركنج عجل؟ هقول تاني، هنصمم باركنج عجل نتيجه ان احنا المشروع بتاعنا الكبير في عندي اريا لازم انا هصمم فيها من ضمن برنامج مسطح للعجل، واحنا اخترنا اماكن محدده جوه الكليه بتاعتنا، جوه الجامعه بتاعتنا، انا هعملها ريديزاين مخصصه للعجل. يبقى انا هعملها للايه؟ الطلبه بتوعي والهيئه بتاعتي، تمام كده اهوت، سواء الاداره او اعضاء التدريس او الهيئه المعاونه او الطلاب، تمام كده اهوت. فرقم واحد، يبقى انا هعملها عندي جوه الكليه، هصممها جوه الكليه عشان هستفاد منها بقى ان شاء الله في المشروع الكبير اللي احنا شغالين فيه او بنشتغل فيه في نهايه السمستر، اللي هو يبقى فيه جزء منه باركنج عجل. ده رقم واحد. رقم اتنين، بننشر ثقافه العجل، تمام كده اهوت. طب ننشر ثقافه العجل ليه؟ طب ده السؤال انت هتطرحه لنفسك، هو ليه في الدول المتقدمه، تمام، خصوصا كمان في شمال اوروبا، الدول الاسكندنافيه اللي هي مستوى الدخل عندها مرتفع، تمام كده اهوت. عارفين ايه مستوى الدخل؟ في فرق بين مستوى الدخل، تمام، ومستوى المعيشه، اوكي كده يا جماعه، مستوى الدخل ومستوى المعيشه اللي انا بتكلم عليه مستوى معيشه مرتفع، مستوى معيشه مرتفع. الفرق بينهم ان مستوى المعيشه، تمام، عن مستوى الدخل، ان مستوى الدخل يعني بيقبض كتير لكن مش بالضروره يكون بيصرف قليل، فممكن يكون بيقبض كتير وبيصرف كتير. طب مستوى معيشه مرتفع، مستوى معيشه مرتفع ده زي بلاد اسكندنافيه، ان هو ممكن يكون بيقبض مبلغ كبير لكن في نفس الوقت بيصرف قليل، تمام كده، مش بيصرف لا هو بخيل، لا، يعني هو كل حاجه بيتمناها بيلاقيها حواليه، يعني الدنيا رخيصه، تمام كده اهوت. طب في بلاد الاسكندنافيه عندهم مستوى الدخل مرتفع ولا مستوى المعيشه مرتفع؟ لا، ده مستوى المعيشه مرتفع. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو هتلاقي مستوى الدخل بتاعه بيقبض كتير وفي نفس الوقت بيصرف قليل نظرا ان كل حاجه موجوده حواليه متوفره.
طيب ليه يستعمل بقى عجل؟ يعني طالما هو عنده إمكانيات وعنده عربيات، طب ما يريح نفسه، ليه يستعمل يعني العجل؟ لا بالعكس، يبقى هو عنده ثقافة إن المشاوير الكبيرة بيستعمل فيها الأتوبيسات والمترو والقطر، وكمان ممكن عربيات. طيب المشاوير بقى الصغيرة جوه الحي، تمام، رايح المدرسة، رايح الكلية، جوه الحي بتاعه، لا يستعمل فيها العجل. طب ليه يستعمل العجل؟ عدي بقى كام حاجة كده معايا، يا ريت بقى الناس تكتب ورايا، تمام، عشان بس نكتب في دراسات ليه بستعمل عجل. أول حاجة صديق للبيئة، يعني العجل ما بيصدرش منه أي دخان أو عوادم، مفيش موتور، تمام كده هو، فبالتالي صديق للبيئة، مش بيلوث البيئة، تمام كده، مش زي العربيات ما بيطلع منها دخان، أما العجل ما بيطلعش منه دخان، فبالتالي صديق للبيئة. برغم برضه العربيات بيبقى في عندي صندوق اللي هو صديق للبيئة عشان خاطر إيه، يفلتر العجل، مفيش خالص غاز بقى، تمام كده، مفيش ثاني أكسيد الكربون، رقم واحد. رقم اتنين يعتبر رياضة، تمام كده اهوت، يعني بتساعد ان صحتك تبقى احسن. انت لما تلعب رياضة وتمارس رياضة، احنا كتير مننا بيروح الجيم وبيركب العجل جوه الجيم، فالعجل يعني هو يتحرك، العجل يحرك جسمه لكن العجلة ثابتة، تمام كده يا جماعة، فبالتالي ما بيستمتعش. عشان كده كتير في الجيم هتلاحظ ان العجل موجود، لازم يكون موجود في الفاترين، يعني موجود قدام الازاز او المطل عشان ما تملش. هم اذكياء، يقول لك لا، طب انا بدل ما استعمل عجلة ثابتة وكأني بتحرك، طب اتحرك بعجلة بشكل مباشر، يبقى مني انا صديق للبيئة، ومني كمان ان انا بلعب رياضة. طب رقم ثلاثة، رقم ثلاثة بيفرغ طاقته، تمام كده اهوت، هو عنده طاقة فبالتالي بيفرغها من خلال ان هو بيسوق العجل. رقم أربعة راحة نفسية، وخصوصا كمان في الاماكن اللي فيها عنده عجل ومشاهد طبيعية، نافورات ومية، الاماكن الساحلية، تمام، يعني بيستمتع وهو ماشي بالعجلة ان هو بيشوف مناظر طبيعية. طبعا هو سايق العربية، تمام، ما بيلحقش يشوف المناظر الطبيعية دي، لان يعني العربية عشان بتجري بسرعة ما بيلحقش، تمام، يلاحظ، ما بيلحقش يشوف، ما بيلحقش يستمتع، تمام كده يا جماعة. لكن العجل مش كده، العجل انت بتستمتع بالمشهد، بتستمتع بالمنظر، بتستمتع بالهواء، بتستمتع بالاشجار، بالنباتات، تمام، خصوصا كمان في الاماكن اللي فيها اشعة شمسية معتدلة، بتبقى انت ماشي بالعجل وانت مستمتع بده. دي كلها حاجات في غاية الاهمية انت بتحطها عندك بعين الاعتبار، تمام كده. فده فكرة نشر ثقافة استعمال الايه، العجل يعني. فدي مشروع بتاعنا بيدعو لده، فبالتالي احنا عندنا دراسات المشروع، دراسات المشروع متضمنة فيها تحليلات الموقع العام، تحليلات لفكرة التصميم المخصصة للعجل، ان هو ممكن ميبقاش بس باركنج العجل، ممكن يكون عبارة عن باركنج عجل، زائد ان في عندي شاشة اي تي ام، ممكن يكون في شاشة عشان تيكت، ممكن يكون في عندي كمان مكان للسكوتر، مكان لعجل الاطفال غير الكبار، ممكن يكون في عندي شيد، والشيد يكون فيه سولار بانلز، يعني الواح طاقة شمسية تحول الطاقة الشمسية لطاقة كهربائية، ممكن في عندي اعداد للكبار والصغيرين، ممكن في عندي اعداد ذوي احتياجات خاصة. دي كلها افكار ابداعية انا محتاجها في موقف العجل او المكان المخصص للعجل ده، تمام كده يا شباب. يعني اتمنى من الله عز وجل اكون انا فدتك، واكون انا عملت لك اضافة علمية، لان فعلا موضوع برك العجل ده يعني مش هتلاقيه، يعني هتلاقيه صعب شوية حد يكون متكلم فيه. انا لاحظت في صور المعادي، يعني انا من ابناء حي المعادي، ان في كتير من صور المعادي كل المجتمع في حي المعادي كان بيستعمل عجل، يكاد يكون كله، الناس بتروح شغلها بالعجل، بتروح مدرسها بالعجل، تمام، بتروح الاماكن المخصصه تصلي بالعجل، تمام، تروح فسط تتفسح بالعجل، وتلاقي في ست كبيره سايقاه، مش عيب، تمام كده اهوت، يعني ملوش علاقه خالص باي حاجه حرام، تمام، يعني انت واحده لابسه كويس وبتسوق عجل، ايه المشكله في كده؟ نفس الكلام راجل كبير بيسوق عجل، ست بنت صغيره سايقه عجل، تمام كده اهوت، اطفال سايقين عجل. فبالتالي يعني فكر في منتهى الأهمية، يعني زي ما بتقول كده بيضرب عصافير كتيرة بحجر واحد، تمام كده يا جماعة. فأنا عن نفسي وأنا في مدرسة الثانوية العامة، تمام، كنت بروح بالعجل، أنا متذكر كان في مدرستي باركنج عجل، فبالتالي يعني طلبت من والدي ربنا يحفظه ويديله الصحة إن أنا يبقى عندي عجلة، وهو ما اتأخرش عليا الصراحة، تمام، جاب لي عجل، فعلا بقيت بروح بالعجل واجي بيها. قبلها كنت بروح بركب وانا في اعدادي مع خالي، وخالي كان بيروح بالعجل من بيته لحد محطة المترو، وكان بيركنها في محطة المترو جنب محطة المترو عشان ياخد المترو يروح على الشركة، تمام كده اهوت. انا لما جيت دخلت المدرسة في ثانوي بقيت بركب عجل، وفي بركن عارف، تمام، موجود جوه المدرسة، وبعد كده وقت ما اخواتي دخلوا معايا بيركبوا معايا كمان العجل، فبالتالي بنروح ونيجي بالعجل انا واخواتي الاثنين، فبقينا ثلاثة راكبين على العجلة. فدي كلها حاجات احنا بنفتقد ليها، بنفتقد ليها وبنستسهل، ما بقاش بنمشي، ما بقاش بنمارس رياضة، ودي كلها حاجات في غاية الإيه؟ في غاية الأهمية. أنت كوظيفتك، أنت وظيفتك كمعماري إنك مش بس بتعمل مبنى، تمام؟ لأ،
تمام، انت يعني في امانه في رقبتك ان انت عندك علم جزء منه رواقب المجتمع، فكر وثقافه المجتمع. فانت عشان تثقف المجتمع وتفهم المجتمع اللي انت عندك المقارنه، انت اللي عندك الرؤيه، انت اللي عندك الفيجن، انت اللي شايف بره وشايف جوه، قادر تقول يا جماعه ناقصنا ايه، انت اللي شايف القديم والجديد وتقدر تقول ايه اللي احنا المفروض نعمله. فالمعماري يعني محمل بامانه، تمام، يعني في منتهى الاهميه، هتحاسب على قدام ربنا سبحانه وتعالى، بيدرسها في جوه الكليه وبيطبقها بعد ما بيتخرج، حتى كمان وهو بيدرس بيطبق وبيشتغل وبيوعي المجتمع. فالموضوع في غايه الاهميه يا جماعه، امانه لما تاخدها تمام وتشتغل عليها فعلا تأديها بحق، يعني ايه، بكل ما تطمن قوه بحق ربنا سبحانه وتعالى، ربنا هيقويك، وفي نفس الوقت هديك عليها ثواب عظيم، ثواب كبير جدا 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 فوق ما تتخيله. يعني انا بحاول قد ما اقدر ان انا اوجهك واوضح لك بس الموضوع قد ايه في غايه الاهميه. بشكركم، اتمنى من الله عز وجل يكون العلم منتفع به. شكرا ليكم يا شباب، واشوفكم دايما على خير. دكتور كمال الجبلاوي.